لم يكن الوزير يزور أرض المواطن إلا ما ندر، ولا يلتمس معاناته إلا إذا كان يرى فيها التماس مصلحة شخصية أو غاية ينتفع منها. في حكومة الكاظم اختلفت المعادلة، أصبح الوزير يتجول بين المواطنين وينظر في همومهم ويذلل المصاعب أمامهم. فبعد ورود شكاوى عديدة من سائقي المركبات، توجه وزير النقل في جولة ميدانية للنظر في الأمر وإيقاف تفاقم المشاكل وتراكمها. بالنسبة للجراج، شفت بعض المعاناة من أخوان السواق اللي هم خارج، يعني من خارج الجراج، وبلغنا الأخ مدير المرور، وأيضا راح نتصل بوزير الداخلية بأنه يهيئ أعداد كبيرة بحيث يتساوون كل السواق بأنهم يدخلون إلى داخل الجراج ويعملون من الجراج. نجاح هذه المحطة النموذجية الحضارية يتطلب منا ضرب التجزئة الخارجية، وهو التكسل الخصوصي اللي موجود خارج المرآب. حقيقة هذا يخالف عملية الأنظمة التي نعمل بها داخل المرآب، وأن وجود أو زيارة السيد الوزير إن كان هو دعم إن باتجاه وزارة الداخلية ووزارة الدفاع لإيجاد حل لهذه المشكلة التي عانينا كثيرا منها. عدم الالتزام بالقانون من قبل بعض سائقي المركبات في بغداد، وحمل المسافرين بأطر غير قانونية أخرت أرزاق الملتزمين بالأنظمة والقوانين، بل وصل الحال حتى لقطع أرزاقهم. هناك بعض الأشخاص يقبطون أو يأخذون الركاب من غير داخل المرآب، وهذا مخالف للقانون والأنظمة، لأن السائق في داخل المرآب يبقى 4-5 أيام ما يقدر يشيل عبر واحد، فعليه يجب أن تكون هناك محاسبة شديدة من قبل الهيئة ومن قبل القوات الأمنية وإحقاق الحق، حتى أن تكون هناك عدالة وأن يكون السير بقضية انسيابية حقيقية. زيارة معالي وزير النقل اليوم إلى مرآب النهضة هي نتاج الجهود الحثيثة التي يوليها معالي الوزير لتذليل المصاعب وتنظيم العمل. ما دام المواطن والمسؤول على خط اتصال مباشر، فلن يكون هنالك مخالف للقانون. المواطن الغيور بنقله الأزمات للجهة المسؤولة التي بدورها تحلها وتنهيها، حينها سيكون وضع البلاد أفضل بشكل تدريجي. جولة تفقدية لوزير النقل في مرآبي النهضة والعلاوي في بغداد بعد ورود شكاوى من سائقي مركبات النقل لعدم إنصافهم من جهة وسرقة أرزاقهم من جهة أخرى. من بغداد، محمد فراس، قناة التغيير.